بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أعنا على تمجيدك وزدنا إتقانا لتسبيحك، آمين يا كريم. أما بعد، السلام عليكم. الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. بشيرا ونذيرا، بشير هو il donne les bonnes nouvelles، il annonce la bonne voie. Il nous dirige vers l'agrément divin, etc. Bashir al-Nadir, c'est l'avertisseur numéro un du Coran. Fa'arada, ils sont détournés de cette révélation-là, qui est l'ultime révélation divine. Bashir al-Nadir, fa'arada karon, et la majorité sont détournés de ce Coran-là. Donc, Omanes, من الحمق بمكان حتى ما يعرفوش يستغلوا فرصة ما كيف فرصة أن يصدقوا القرآن ويأخذوا بالقرآن ويحاولوا بكل جهدهم أن يتقنوا تطبيق ما جاء في القرآن، سواء كان في افعل ولا في لا تفعل. وما تلفوا الجرة هذيك وما حبوش يقبلوا، ما قلنا على غرور، والغرور يركب الناس الفارغين. والعرب معروفين ما عندهمش شيء في تاريخهم يخليهم من الأمجاد، قليل وين تلقى عربي حقيقة عربي، أغلبهم كرب. وعلاش ربهم يسخط فيهم عبر التاريخ؟ لأنهم لا صلة لهم بالرب، لا صلة لهم بشياطين الإنس والجن. وبرا عاشر الكرب يوريك العجب، بعد ما يمدح نفسه ويرومك وبعد يشلك في تفكيرك، ينبقي لك التفكير، يعمل بك ما يشاء، يتعدى لك على أسرارك، على حقوقك، على زوجتك، على وليداتك، على أملاكك، وكل ما جاء. بشيرا ونذيرا فأعرض كرم فهم لا يسمعون. ودارت اللي الغرب وين يوصل الكرب عندهم، قالوا الأحيان يخلي لا يبقي معهم في كما تقول خيانتهم، في تعنيفهم، وكل ما جاء. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. أو تو أردوغان يهدد أوروبا تنقط فيه وقت اليوم أعمالهم أشنع من عمل، هو آخر عمل وقائي من طرف ناس أو باش من ناس من مايلين إلى الشيوعية ضد الإسلام، وأنه مجر ويهدوا في هدم كيان التركي. عنده أوراق اللي تخوله باش يعمل عمل وقائي ويحصدهم حصدا، ويجيب معالي سوريين يدفعوا الى خروج من بلادهم ظلما وعدوانا. يعني الناس على حق، وربما تقول لك لا هذا كان مش على حق، وهو استبدادي وهو بي وعلي. ايش يرد عليهم؟ هو يرد عليهم يقول لهم كم توصل النجم بعد التسكيره اللي في امام المهاجرين اللي مستعدين باش يخرجوا من سوريا، رايتهم نحل الباب ولا لا نحل الباب اللي عندي انا؟ وبرا عاد مسوري سبمرجي بو لي صالو دوروبيا ابار اون مينوريتي كي كومسا. بشيرا ونذيرا فعرض اكثرهم فهم لا يسمعون، يعني هما مش مأهلين باش يسمعوا ما نزل من القران العظيم. وفيه ذكرهم الحقيقة، القران يمجد الصالحين فيه، اتباع الرسول وما ادراك من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، والرعيل الاول لا يذكر الا بخير. نعود ان شاء الله تعالى.